يريد أن يفهم معنى لا يقول إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، يعني كل واحد يجلس مع نفسه ويسأل هل محمد هذا صادق أم ليس بصادق، يجلس يتفكر. أو تجلس أنت مع واحد فقط، أنت واحد تتساءل محمد صادق يا جماعة ولا مش صادق، ماذا يقول إلى ماذا يدعو، فهذا حث على التفكير